باش نحافظوا على حروف الزين، على جمال المرأة، جمال أيضا الرجل، على الزين ديال وليداتنا، على صحتهم أساسا، لأن في الجمال يعني كنلمسوا أيضا مدى الاهتمام بصحة الإنسان. باش نجاوبوا على أسئلتكم كما قلت سيداتي وسادتي، واليوم اللي من خلال هذه الفقرة كنطرحوا سؤال كبير على فطريات القدمين أساسا، خصوصا وخصصنا هذا الأسبوع سيداتي وسادتي الحديث على التغيرات المناخية، على المرور فصل الربيع إلى فصل الصيف، وبالتالي الترتيبات اللي خصنا نعتمدوها باش نحافظوا على أنفسنا خصوصا في نقطة الجمال. فطريات القدمين موضوع مؤرق جدا، بخصوصه كتطرح العديد من الأسئلة، كيفاش كتجي، كيفاش نعالجوها، شنو خصنا نديرو، الوصفات اللي كنقرأ لها وكنسمعوا لها الطبيعية إلى أي مدى مفيدة، العلاج اللي تناخده واش ماشي كنسمعوا كذلك أنه مؤثر على صحة الإنسان وقد يعرضوا لبعض الأخطار، أشنو الصحة في هذا الشيء كامل اللي كانت دولة بخصوص هذا الموضوع هذا. باش نكونوا عمليين نمشيو عند الاختصاصي، معنا الدكتور أشرف الودغيري الإدريسي من مدينة الرباط، اللي هو اختصاصي في أمراض الجلد والأظافر والشعر، ومؤهل أكثر أنه يجاوبنا على هذه الأسئلة. دكتور ودغيري صباح الخير، أهلا وسهلا على أمواج الإذاعة الوطنية. صباح الخير دكتور ودغيري، كيفاش نقدموا أولا لهذا المشكل هذا، الفطريات القدمين تحديدا، شنو هي المسببات اللي كتعطينا مرض في حال هذا، واش ممكن نعتبروه مرض يعني بالمعنى الدقيق للكلمة؟ أكيد خصو يتعتبر مرض، وخصنا نأكدوا على هذه القضية هذه، لأنه بعض الأحيان الناس كيتعايشوا مع هذه الفطريات لدرجة أنه تعتبروها أمر عادي، في حين أنها ماشي أمر عادي، هي فطريات. أولا فطريات هو نوع من الميكروبات، نعرفوا بأن العائلة ديال الميكروبات فيها أنواع كثيرة، كاين البكتيريا، كاين الفيروسات، وكاين ما يسمى بالفطريات لي شامبينيون. دونك هاد لي شامبينيون ماشي عاديين، ما خصهمش يكونوا موجودين، كيتصاب بهم الإنسان في غالب الأحيان عن طريق عدوى، أو كيلتقطهم من شي مكان يحتوي على هاد الفطريات. غنفسرهم بعد شنو هما المناطق اللي كيكون فيهم هاد الفطريات أكثر، وشنو اللي كيساعد على التكاثر ديالهم. ولكن هاد العدوى، هاد الفطريات في بعض الأحيان غيلقاو واحد المناخ محلي، يعني بالخصوص على مستوى الرجلين، لأن كاين واحد التعرق، كاين واحد الرجلين كيكونوا مزموتين، كتكون رطوبة على المستوى ديالهم، فكيلقى مناخ تيتكاثر وتينتعش وتيزداد، وكتكون العدوى يمكن لها في الأول تكون غير بسيطة جدا ما بين الأصابع، ثم الواحد كيخليها ما كيعالجهاش، يمكن لها تقسلو الباطن ديال الرجل ديالو، الأظافر، معظم الأظافر، ويمكن لها تنتقل حتى المناطق أخرى من غير الرجلين، كاليدين، كالفخذين إلى غير ذلك. فهذا أكيد أنه مرض، وضروري أنه غادي خصو يتعالج، لأنه في بعض الأحيان الخطورة ماشي غير فيه هو، الخطورة أنه ممكن أنه يساعد على ظهور أمراض أخرى اللي هي أصعب وأصعب، وممكن هي اللي تشكل خطورة. طيب هاد المرض شنو المسببات ديالو أصلا دكتور ودغيري؟ المسببات هي قلنا فطريات، دونك هاد الفطريات كنعرفوا بأن الفطريات كتبغي الرطوبة، كتبغي الماء، كتبغي المنطقة اللي كتكون فيها لوميديتي. إذا الفطريات هو كائن حي، هو ميكروب اللي غادي يكون موجود في هاد الأماكن هادو، إذا غنلقاوه كتير في المسابح، في الحمامات، في مناطق اللي فيها الماء، وأيضا غنلقاوه مثلا في المسائل الشخصية ديال شخص مصاب، شخص مصاب بالفطريات مثلا، في الأحذية ديال إنسان مصاب بـ 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 بالفطريات، أيضا في مثلا في الحمام، يعني في الأرض إذا كانت مبللة بالماء وكيمر فوق منها الناس اللي عندهم فطريات، فممكن إلى استمت في ذاك البلاصة وكان فيها فطريات، فممكن توقع عدوى. إذا الوسيلة باش ناخذ هذه الفطريات هي عدوى، هي انتقال، إما من فرد لفرد، إما من أمور شخصية ديال شي حد استعملتها
فممكن حتى انا نتصاب بها. اذا هذه اولا الطريقه ديال العدوى. وقلنا بانه كل ما كانت مثلا هذه المناطق فيها رطوبه كثيره كل ما كيزيد انتعاش. اذا كل ما كنت ما كنشفش الرجلين ديالي مزيان وكنخلي الماء وسط من الاصابع الى غير ذلك فكلما كنخلي نعطيهم فرصه انهم يزيدوا يتكاثروا وينتعشوا. لانه خصنا نفصلوا بان كاين بعض انواع الفطريات اللي هي موجوده على سطح البشره ولكن بشكل عادي بواحد العدد اللي هو عادي. الى ازداد العدد ديالها كتولي من انفكسيون تولي في حاله غير طبيعيه اللي هي حاله مرضيه. وكاين فطريات اللي هي اصلا غير موجوده على سطح البشره والوجود ديالها كيؤدي الى انفكسيون. يعني كاين جوج الحالات بخصوص انه الرجلين كاين جوج ديال الانواع ديال الفطريات هما اللي كنلقاو كثير على مستوى الرجلين. كاين ما يسمى بلو كانديدا البيكونس ونوع من الفطريات وكاين واحد النوع اخر اللي هو لو تريكوفيتون اللي هو من العائله ديال لو ديرماتوفيت اللي هو نوع اخر. هادو جوج ديال الفطريات. شنو الفرق بيناتهم يعني شنو الفرق ولا شنو الخصوصيه؟ الخصوصيه اولا خصوصيات على مستوى مجهريه يعني الشكل ديالو لا ديمونسيون. يعني هناك تعرف عائلات كاين انواع. حنا في العلم ديال الفطريات فالعلم مصنف الفطريات الى اشكال وانواع على حسب العائلات كما هو الشكل في جميع العلوم. الفرق بيناتهم الاساسي هو انه واحد فيهم كيمكن يكون موجود على سطح البشره والتكاثر ديالو كيؤدي الى حاله مرضيه في حين انه الاخر فهو غير موجود بالكل على مستوى سطح البشره والوجود ديالو اوتوماتيكيا يعني وجود حاله مرضيه. هذا هو الفرق الاساسي بيناتهم. هناك انواع اخرى. هناك ايضا ما يسمى بليمواجيسور حتى هي كيمكن لها تصيب الرجلين والقدمين بواحد نسبه مئويه اقل. اذا هناك واحد العدد او اشكال معينه. علاش هذا مهم اننا نحددوه؟ لانهم اللي كنبغيو نعالجوا المشاكل ديال الفطريات فمن الضروري الان كيحثوا عليه جميع الاخصائيين ديال الاظافر اننا نقوموا ما يسمى بلو بريليفمون ميكولوجيك لتحديد اولا وجود او لا ديال الفطريات، ثانيا تحديد نوع الفطريات لاختيار علاج يعني مركز ومناسب لذاك النوع ديال الفطريات. نعم. طيب على ذكر العلاج، شنو هو العلاج الانسب؟ كاين ناس كيلجؤوا لبعض الوصفات الطبيعيه التقليديه وكاين ناس اللي عندهم ايضا تخوف من التداوي يعني بالعقاقير وكاين ناس اللي كيلتجؤوا المسائل اللي موضعيه فقط بحال لي بوماد لي كريم بعد لي لوسيون الى اخره. اذا شنو هو العلاج الانسب في حاله الفطريات الدكتور المدغيري؟ العلاج يتم اختياره حسب الموضع ديال يعني الفطريات، المكان اللي فيه مصاب بالفطريات والحده ديال هاد الاصابه. لانه في بعض الاحيان كيمكننا نشخصوا الشخص لقى عنده وجود فطريات مثلا ما بين الاصابع فقط او بعض الفطريات ما بين الاصابع وشويه على الباطن ديال الرجل في هذا ولكن الاظافر هي سليمه. فهنا في هذه الحالات ممكن اننا نستعملوا فقط علاجات موضعيه اللي هي مضاده ديال الفطريات سي دي زونتي ميكوزيك ولكن فقط في شكل موضعي دون اللجوء الى العقاقير. في حين انه في بعض الاحيان غادي يلقاو اصابات اللي هي ديال عده اظافر في نفس الوقت وما بالك في بعض الاحيان اظافر ديال الرجلين واليدين في نفس الوقت زائد اصابه على مستوى الفخذين زائد اصابه ما بين الاصابع. فهنا هذا من الصعب اننا نتغلبوا على هذا النوع الفطريات فقط بعلاجات موضعيه. فنفهم انه كاين في بعض الاحيان بعض التخوفات لان هذه العلاجات ممكن انه في بعض الاحيان كتسبب بعض الاضرار بالخصوص على مستوى الكبد ولكن هذا الطبيب اللي كيختار لانه في غالب الاحيان هي علاجات مزيانه بزاف عندها واحد الفعاليه فقط يجب القيام بها بواحد الاحتياطات. يعني
الطبيب ملي كيبغي يبدا هاد العلاجات كيشوف بعد اولا الشخص كيسالو واحد العدد الاسئله وكيفحصو كيشوف واش ما عندوش بعض المشاكل اللي يمكن لها تمنع اننا نستعملوا هاد العقاقير. كيمكن نطلبوا بعض التحاليل بسيطه جدا كتعطينا فقط فكره على صحه ديال الكبد عند الشخص. عاد كنلجؤوا لهاد العلاجات، ما كنديروش الامور بطريقه عبثيه، عندنا واحد القوانين ديال الاستعمال وهاد القوانين ملي يتم الاحترام ديالها فكتير 90% ديال الاحيان 99% كنستافدوا من الفعاليه ديال هاد الادويه دون اعراض جانبيه. اذا الحده هي اللي كتحدد النوعيه ديال العلاج. العلاجات الطبيعيه يعني مالوغوزمون يعني انا لست ضد العلاجات الطبيعيه ملي كتكون ممكن انها تعطي اضافه فمرحبا، شرط ما تعطيش اضرار وتكون عندها واحد اضافه بالعكس. ولكن هنا في الفطريه احنا كنعرفوا ان الفطريات هي تقاوم، الا كان غير العلاج فقط العلاج ديال فطريات الاظافر على مستوى الرجل بالعقاقير كيمكن له ياخذ مده طويله تصل الى بعض الاحيان الى 9 اشهر وما فوق، فما بالو كيفاش علاج طبيعي غيقدر يتغلب على هاد الفطريات. فهنا ضروري اللجوء الى الطبيب، القيام بالتحاليل الضروريه. نقطة أخرى مهمة جدا هي كيوقعوا فيها الناس بعض الأحيان كيشوفوا بأن الأظافر والرجلين صافي بدات تحسن ملموس كيحبسوا العلاج الرسمي. هذا خطأ كبير جسيم، لأنه كيضيع الشخص وكيضيع الطبيب، لأنه من بعد كيضطر خصنا نعاودوا من الأول، لأنه هذه الفطريات إلا بقات فيها فقط واحد 5% ولا 10% ممكن اللي بعض المرات ما كتبانش للشخص، هو كيبان له الضفر ديالو صافي ولا صافي مليان. فأنا كنلتمس من الناس دائما الطبيب هو اللي يحبس العلاج ماشي الشخص راسه اللي يحبس العلاج، باش ما نضيعوش مثلا كيكون الانسان خدا 4 اشهر ديال العلاج مازال له فقط واحد شهر وشهرين خصها بالاشراف ديال الطبيب، كيمشي هو كيحبس العلاج كيرجع عند الطبيب ديالو عام من بعد ولا 6 اشهر تيقول له راه رجع داك الشيء كيف اللي كان. لا، لانه طبيب عنده الوسائل في الفحص ديالو باش كيتاكد بان داك الفطريات ما بقاش. نعم. طيب في نهاية هذا اللقاء معك دكتور الودغيري، بعض النصائح اللي ممكن تكون مفيدة للناس اللي عندهم الفطريات أو باش ما يوقعوش باش ما يوقعوش، أولا الحذر بالخصوص في هذه الفترة الصيفية اللي كثر الاستحمام المسابح المستوسكي سوانس با حمام الى دايره، فهنا الواحد يكون عنده المسائل الشخصيه ديالو. لي فوندال ديال كيكونوا شخصيين، الا كندير دي سوان دو بوتي وهذا ما نستعملش داكشي اللي كيعطيو في لي سونتر، نكون عندي مسائل ديالي خاصه ديالي الخاصه ديالي، لانه خصنا نقولوها بان ملي كنبغيو نعالجوا الناس اللي مصابين بفطريات فضروري ايضا العلاج ديال الامور ديال مثلا الاحذيه، لان ما يمكنش غير غنصبن واحد لي شوسيت راه غيزولوا منهم الفطريات، لا كاين دي بودغ فيها مضادات الفطريات اللي هي اللي يتم العلاج ديالها. اذا دائما تكون عندي مسائل شخصيه ديالي، دائما التنشيف ديال الرجلين بواحد الطريقه كبيره، لانه باش ما نخليش ذاك الميليو اللي كيبغيوه الفطريات باش كينتعشوا، بالخصوص اذا كان الرجلين كيعرقوا، بالخصوص الناس اللي عندهم الخدمه ديالهم مثلا كيبقاو لابسين الصباط ديالهم طول النهار، الناس اللي كيتوضاو دائما بصفه كثيره يردوا البال. ايضا نركزوا على الناس اللي عندهم مرض السكري، ما وفناش الوقت باش نتكلموا عليهم ولكن كنعرفوا بان مرضى السكري كيتصابوا بفطريات بواحد النسبه اكبر من الناس الاخرين. الناس ديال اللي عندهم سكري ضروري يفحصوا الرجلين ديالهم على الاقل مرتين في الاسبوع ما بين الاصابع الاظافر، اي تغير في الشكل الاظافر اي عشرة غير اعتيادية ضروري خصهم يتعالجوا يشوفوا الطبيب ديالهم. اذا ضروري هذه النصائح يتم يعني ريسبكتي باش نتفادوا هذه الامور هذه، لانه الفطريات هو المثال ديال شيء بسيط ممكن علاجه بشكل سهل الى تم في الاول، ولكن الى خليتيها وطنات مزيان
كيولي العلاج صعب وكياخذ واحد المده طويله. نعم دكتور اشرف الودغيري الادريسي، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. نتلاقاكم ان شاء الله غدا في نفس الفقره نفس الموعد في موضوع جديد. اذكر دكتور اشرف الودغيري الادريسي اختصاصي في امراض الجلد والاظافر والشعر بمدينه الرباط.